المرافقة البيداغوجية أحد المستجدات الجوهرية في إطار فلسفة نظام الألمدي. هذه الأخيرة تهدف إلى تحسين تكوين الطالب بإعلامه وتوجيهه للرفع من قدرته وإمكانية مشاركته في بناء مساره التكويني. أسيا بخات أعدت لنا تقرير في هذا الموضوع. الوصاية أو المرافقة البيداغوجية للطالب الجامعي جوهرة في نظام الألمدي، وفضاء حواري بين الأستاذ الوصي والطالب لتمكين هذا الأخير من تيسير مساره الدراسي والتوفيق بين استراتيجية التكوين ومتطلبات سوق العمل. بالنسبة لي المرافقة في الجامعة c'est l'accompagnement universitaire se distingue en trois volets. Donc ces trois volets concernent essentiellement l'étudiant, طالب. Ou en deuxième position, c'est l'enseignant. Et en troisième position, c'est le personnel de soutien. C'est ce qu'on appelle ici le personnel ATS, c'est-à-dire administratif, technique et de soutien. عندي بتيتي دي عليها نورمالمون دي بروف يكونوهم قبل جات مع السيستم ال ام دي يعطوك دي زيدي على سبيسياليتي تاعك واش تنجم دير بها فافينير. أدرجت هذه الوصاية مباشرة بعد إقرارها في الجريدة الرسمية عبر مرسوم تنفيذي عام 2009 الذي وضح من خلاله مهمة الإشراف المتمثلة في مرافقة الطالب حتى يكون مطلعا على مجريات الدراسة، إضافة إلى استحداث رتبة الأستاذ المرافق الذي يعنى بتقديم معلومات مفيدة حول المحيط الاجتماعي والاقتصادي للطالب من أجل المساهمة في تكوينه من جهة ومساعدته في بناء مشروعه المهني من جهة أخرى. Cette formation leur permet au fait de connaître fait toutes les questions qui touchent pratiquement l'enseignement à l'université. La pédagogie de l'étudiant, le statut de l'enseignant, le système LMD, comment évaluer les étudiants, etc. Ça fait partie au fait de l'accompagnement des enseignants à l'université. J'avais lancé cette opération avec les étudiants, donc c'était une étape qu'il fallait donc réussir pour accompagner les étudiants dans leur formation pédagogique. الدعم في اكتساب مناهج حديثة في البحث والمساعدة على تتبع مستجدات ومتطلبات الدراسة الجامعية وربطها بالمسار المهني وغيرها من الأهداف تسعى المرافقة البيداغوجية على تحقيقها، منتظرة تفاعلا إيجابيا بين الأستاذ الوصي والطالب.